في عهدك. مشاهدينا الافاضل، متابعينا الاعزاء، ايها الحفل الكريم، يتجدد هذا اللقاء وتتجدد التحية والترحيب مع هذه الانطلاقات المستمرة ومع هذه التحديات المتواصلة في هذه الأثناء مع انطلاقة الشوط الرابع عشر والمخصص للقعدان اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم مع هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات المتواصلة، نوافيكم بالمراكز المتقدمة بداية وإياكم مع انطلاقة ترياق على الصدارة، عبيد بن سهيل بن خيرات بن الدوده العامري على البداية وعلى الصدارة. نتابع وإياكم المركز الثاني والوصول من قبل السبعة، وصل في هذه الأثناء بشعار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على المستوى الثاني، وثالثا القدوم من قبل ضامي هو الواصل بشعار حمد بن محمد بن علي الشراب المري، يتقدم على ثالث المراكز. النقلة إلى رابع المراكز، نتابع هذه الانطلاقات من قبل نواف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المستوى الرابع. النقلة إلى خامس المراكز، هنالك الوصول والتسلل السريع من قبل مهيض فهد بن ماجد بن محمد السحيمي على خامس المراكز، يتسلل من مركز إلى مركز. نوافيكم بهذه الانطلاقات ونتابع وإياكم هذه الأعداد الهائلة والشعارات الحاضرة، تتابعون ونتابع وإياكم، تشاهدون ونستمتع بحضراتكم مع هذه الأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة. البداية والصدارة هنالك، التغيير من قبل مهيض على البداية، فهد بن ماجد بن محمد السحيمي من ينطلق على الصدارة ويقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والمتميزة. نتابع وإياكم هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة، بينما المستوى الثاني ضامي القادم على ثاني المراكز، حمد بن محمد بن علي الشراب القادم والمتواجد على المستوى الثاني، وثالثا وصل نواف الآن بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين، يتقدم البريدي على المستوى الثالث بعدما أن قدم لنا أسماء رائعة ومتميزة. حاضر الآن ومتواجد يقدم لنا انطلاقة نواف على ثالث المراكز، النقلة إلى رابع المراكز. نتابع وإياكم شاهين بشعار علي بن شفيع بن علي الفيدة على المستوى الرابع، النقلة نقلة المركز الخامس، والدور دور ترياق. وصل الآن بشعار عبيد بن سهيل بن خيرات العامري على المستوى الخامس، هذه هي النتيجة الثانية وهذا هو الحضور المشرف. وما خلف الخمس يا هي من أسماء ويا هي من شعارات قادمة لا محالة، قادمة بهذه النجومية المتميزة، تقدم وتمتلك النوادر متميزة، ولكن البداية والصدارة مع مهيض على البداية. مهيض على الصدارة وعلى الانطلاق الأول بشعار فهد بن ماجد بن محمد السحيمي القحطاني، المسافة هي 2 كيلومترات، راح الكثير يا راعي مهيض وما تبقى إلا القليل، اصمد يا راعي مهيض. وصلت الشعارات الآن ووصلت الأسماء والقادم نواف، وصل الآن نواف بانطلاقة حمد بن جار الله بن حسين البريدي على المستوى الثاني، وثالثا لوسيل القادم، لوسيل بشعار محمد بن وليد بن محمد السيد على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز حيث التواجد والقدوم من قبل شاهين علي بن شفيع بن علي الفيدة المركز الخامس. وصل الآن شاهين، أو هنا انطلاقة عز الجيش علي بن محمد بن براك الزبدان على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة وهذه هي
المراكز المتقدمة، ولكن البداية هنالك مع انطلاقة مهيض على البداية مهيض. فهد بن ماجد بن محمد السحيمية، وصلت الشعارات الآن، وصلت الأسماء ونواف بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وهنالك عز الجيش القادم على المستوى الثاني بانطلاقة علي بن محمد بن براك الزبداني. الزبداني غير والعصا في الابطان، العصا قوس يا راعي عز الجيش. مع هذه الانطلاقة وصلت الشعارات الآن، ونواف قادم بشعار البريدي، والواصل الواصل لوسيل بشعار السيد، وهنالك انطلاقة مهيض عبد المحسن بن طالب بن عمارة، وأيضا الشعار القادم الواعي طالب بن شريان بن محمد المري على المستوى الرابع. العودة وإياكم نحو البداية، بدأ الصراع وبدأ الإبداع، وهذا عز الجيش، عز الجيش، عز الجيش ونواف، وانطلاقة الواعي بشعار طالب بن شريان المري. ولكن ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه العروض المتميزة، عز الجيش، عز الجيش مع الانطلاقات الكبيرة، مع السرعة الخيالية والجنونية. صاحب سيارة في المحلية، في المحلي الماضي، هذا هو الآن حاضر ومنطلق، مقدم لنا هذه السرعة الفنونية والانطلاقات الجميلة والرائعة. هذا هو إذن عز الجيش، عز الجيش بشعار علي بن محمد بن براك آل زبدان المري، متواجد وقدم لنا هذا البطل مع الأمتار الأخيرة بينما ثاني المراكز. كان التواجد من قبل نواف حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وثالث المراكز كان الوصول من قبل الواعي طالب بن شريان بن محمد المري، ورابع المراكز كان التواجد من قبل متعب عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير، وخامس المراكز مهيض عبد المحسن بن طالب بن عمارة. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هذا البطل إلى خط النهاية بهذه الانطلاقة المتميزة والجميلة. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل، عز الجيش بشعار علي بن محمد بن براك آل زبدان المري. توقيت الزمني وافيكم مع هذه الانطلاقات الرائعة وهذا الحضور الذي شاهدنا هذا التواجد المتميز. هذا هو الملخص، وللإعادة إفادة لحظة وصول عز الجيش إلى خط النهاية، قاطع مسافة 5 كيلومترات بتوقيت وقدره. سبع دقائق 51 ثانية، 91 جزء من الثانية، هكذا كان توقيت عز الجيش. بينما ثاني المراكز كان الحاضر والمتواجد شعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، أدى يشكر عليه. توقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية، تابع وإياكم 7 دقائق 54 ثانية، 71 جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز حضر الواعي بشعار طالب بن شريان بن محمد المري. تهانينا والف مبروك يا راعي الواعي. 7 دقائق 55 ثانية، 82 جزء من الثانية، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز. التواصل مستمر بطي بن محمد الزعبي.